وعلى هامش جلسات الحوار الوطني، خلونا نتابع مع بعض اللقاء مع النائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب. مشاهدينا الكرام، ما زلنا نتابع معكم تفاصيل الجلسة الاستثنائية والتي تعقد لمناقشة مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب. سيادة النائب، برحب بحضرتك. أهلا بحضرتك. لو نتحدث يعني كيف يتم تناول مشروع قانون إنشاء المجلس الوطني للتدريب والتعليم خلال جلسة اليوم، وكيف يعود بالفائدة على التعليم والبحث العلمي في مصر؟ الحقيقة يعني بداية يعني اسمحي لي أثمن خطوة يعني دعوة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي وتكليفه المجلس الوزراء بإرسال مشروع القانون للحوار الوطني لمناقشته، لأن الحقيقة الخطوة دي بتدي رسالة واضحة إلى الجميع باهتمام القيادة السياسية ورأس الدولة المصرية بأهمية التعليم، وأن هو الفترة القادمة هيكون على رأس أولويات القيادة السياسية. الحقيقة مشروع القانون بالاطلاع عليه ومناقشته في الجلسة الخاصة اللي تم عقدها من الحوار الوطني بيأكد لنا ان احنا قدام جهاز جديد او كيان جديد مستقل له من الصلاحيات اللي تساعده على وضع رؤية مستدامة ومتكاملة واستراتيجية للتعليم في مصر بكافة أنواعه وكافة أشكاله. الحقيقة يمكن تم التأكيد عليه يمكن من أغلب الحضور، وكنت حريص على ذكره في كلمتي، أنه بالضرورة يكون الاستراتيجية اللي هيضعها هذا المجلس تتسم به أولا الفعالية فيما يخص مخرجات منظومة التعليم من كوادر مدربة ومؤهلة قادرة على المنافسة في سوق العمل محليا ودوليا. الحقيقة النقطة الثانية أن يكون هذه السياسات تمتاز بالاستدامة، بمعنى أنه بصرف النظر عن تغيير الوزراء يجب أن يكون لدى الدولة المصرية استراتيجية خاصة بالتعليم بيتم تنفيذها على مدار سنوات عدة، لأن صناعة التعليم هي صناعة طويلة الأمد علشان نقدر نحصل على مخرج نهائي. والمحور الثالث الحقيقة والأخير وهو التكامل ما بين مؤسسات الدولة المختلفة والمجالس العليا والوزارات المعنية بالتعليم لتنفيذ هذه السياسات، وبالتالي نتخلص من فكرة الجزر المنعزلة في وضع الرؤى والمبادرات الخاصة بالتعليم. يعني كما تحدثت عن مخرجات التعليم، وكيف يمكن أن يتم من خلال هذا المجلس تحقيق الموائمة بين التعليم وبين سوق العمل المحلي والدولي؟ صحيح، يمكن دي نقطة غاية في الأهمية، وكنت حريص في كلمتي أشير إلى أن فلسفة القانون بشكل عام هي سد الفجوة ما بين مخرج منظومة التعليم وما بين احتياجات سوق العمل، وبالتالي ده يجب أن يكون في خلفية المشرع وخلفية السادة الحضور اللي بيناقشوا، أن احنا بصدد الوصول لشكل كادر له من المؤهلات، له من العلوم، له من التحضير اللي يأهله ويمكنه أن يكون منافس في سوق العمل، وبالتالي ما هي شكل الجهة أو الكيان اللي هتكون معنية بوضع هذه السياسات والاستراتيجيات للوصول لهذا الكادر. وإحنا مش في معزل عن العالم، وبنشوف يعني تجارب دول عديدة الحقيقة كان عندها نفس النموذج. والأمر الثاني هو لازم يكون قدامنا ترتيب مصر في المؤشرات الدولية الخاصة بالتعليم، لأن ده زي هيكون البنش مارك أو اللي بنقيس عليه مدى تقدم الدولة المصرية، مدى فعالية السياسات والاستراتيجيات اللي من شأنها تخريج كادر قادر على الإنتاج، قادر على العطاء، قادر على الإبداع. يعني أيضا من اختصاصات المجلس الذي سيتم تشكيله في هذا أو مشروع القانون هو إعداد وصياغة استراتيجية وطنية للتعليم والتدريب، كيف يمكن يعني أن يتم وضع ملامح هذه الاستراتيجية، ما ستتضمنه، وكيف ستقوم بالنهوض بالتعليم والبحث العلمي؟ الحقيقة وضع استراتيجية فعالة يمكن زي ما ذكرت هيتطلب أمرين غاية في الأهمية. أولاً تشكيل المجلس يجب أن يكون بيحتوي على عدد من الخبراء في تخصصات مختلفة تمكننا من عمل جلسات عصف ذهني ولجان نوعية معينة نقدر نوصل بيها لشكل الطالب الجامعي أو طالب حتى في مراحل تعليم قبل الجامعي اللي نتمنى الوصول ليه في مصر. النقطة الثانية والغاية في الأهمية هي الحرص على تعزيز ودعم محاور التعليم اللي هي الطالب وبكل احتياجاته وكل متطلباته للمرور بتجربة تعليمية مميزة. اثنين، المعلم أو المدرس والنظر إلى كل احتياجاته. رقم ثلاثة، المنهج التعليمي اللي بيتم تلقينه إلى المعلم واللي بيتم تدريب المدرس عليه. وأخيرا البنية التحتية، سواء كان فيما يخص المباني والمدارس والجامعات، ولكن الأخطر البنية التكنولوجية، لأن احنا النهاردة قدام عصر من التكنولوجيا بيؤثر بشكل كبير جدا على منظومة التعليم وعلى شكل التلقي لدى
لدى الطالب وعلى العلاقة ما بين المعلم وبين الطالب، ويعني كافة مكونات عملية التعليم الحقيقة بتتغير نتيجة تغيرات تكنولوجية الطريقة. يعني جزء مهم من أي مشروع قانون أو أي مشروع بيتم تنفيذه هو وضع آليات التنفيذ وأيضا مراقبة تنفيذها. كيف يتناول مشروع القانون هذا الجزء؟ الحقيقة دي كان جزء من التوصيات اللي ذكرناها، أهمية أن يكون دور المجلس مش بس وضع الاستراتيجية والسياسات ولكن أيضا متابعة تنفيذها وتقييم الجهات والمؤسسات التعليمية القائمة على تنفيذ هذه الاستراتيجيات، وده يبقى من خلال مؤشرات واضحة لقياس مدى فعالية السياسات من عدمه. النقطة الثانية ممكن أكدنا عليها في الجلسات وهي أهمية وجود مصدر للتمويل لهذا المجلس لضمان استقلاليته ولضمان تنفيذ مهامه الموكلة إليه، وإن الحقيقة يمكن القانون أغفل هذه النقطة بتأمين مصادر تمويل لهذا المجلس سواء كان من الموازنة العامة للدولة أو من خلال قبوله للتبرعات والهبات زي ما بنشوف في أغلب المجالس. أتوقع دول نقطتين غاية في الأهمية ضمانا للمجلس لتنفيذ توصياته. يعني الهدف من هذه الجلسة الاستثنائية وهذه المناقشة بشكل عام هو الخروج بتوصيات موحدة. كيف يمكن الخروج بتوصيات موحدة في ظل الآراء المتنوعة والأيديولوجيات المختلفة؟ كيف يمكن أن نصل في النهاية لوضع توصيات يتم رفعها لرئيس الجمهورية؟ الحقيقة بالرغم من اختلاف الأيديولوجيات واختلاف الخلفيات السياسية ولكن الجميع يتفق على أن احنا في احتياج ماس لقانون أو لمجلس أنا آسف للتعليم يضع سياسات موحدة في الدولة المصرية. والحقيقة أنا هنا عايز أشير لنقطة أن ما يحدث داخل الحوار الوطني لمناقشة مشروع القانون مش بيلغي بأي حال من الأحوال دور مجلسي النواب والشيوخ لتنفيذ دورهم الأصيل والدستوري في مناقشة القانون وطرح أي تعديلات قد يرونها، ولكن أنا أحب يعني أوصف ما يحدث في الحوار الوطني أنه نقاش مجتمعي على ملف غاية في الأهمية زي ملف التعليم، ونقاش ليه مبادرة من فخامة رئيس الجمهورية ومن مجلس الوزراء بكتابة مشروع قانون مطروح على كافة الأحزاب، كافة المؤسسات التعليمية، كافة مؤسسات المجتمع المدني للإدلاء برأيها، وفي وجهة نظري أن ده هيكون شيء بيثري القانون عشان نوصف لآخر ليه شكل مجلس فعال جدا بيطلع سياسات مستدامة ويحدث حالة التكامل ما بين المؤسسات المختلفة. النائب علاء مصطفى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، بشكرك جدا على وجودك معنا وبشكركم على المتابعة. يمكن زي ما تابعنا يعني ده وجهة نظر النائب علاء مصطفى في هذا القانون المحال وفقا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية يعني بتكليف لمجلس الوزراء لعرض مسودة القانون على الحوار الوطني. المجلس ده الهدف منه هو التخلص من الجزر المنعزلة وأيضا توحيد سياسات التعليم والتدريب بشكل عام وربط هذه السياسات بمتطلبات سوق العمل. هذا المجلس بيتبع السيد رئيس الجمهورية مباشرة ويكون برئاسة رئيس مجلس الوزراء و18 عضو فضلا عن 8 من الأعضاء الخبراء في مجال عمل المجلس بيختارهم رئيس الوزراء لمدة عامين غير قابلين للتجديد.